مستمرين معكم مشاهدينا، بنتمنى انه صباحكم يكون سعيد وجميل وين ما كنتوا عم تحضرونا، ببيوتكم، باماكن شغلكم، بتمنى كمان تكونوا مستمتعين. في كثير من الاشخاص اللي بنشوفهم بالشارع وشوارع المدن بصيروا جزء منا، وقصصهم بتكون ملهمه كمان. خلينا نتعرف هذا الشخص وعلى هاي القصه وعلى هاي الاله مع الزميل نور مرزوق بهذا التقرير. يتغير الزمان والمكان ويبقى تراثنا الفلسطيني كائنا حيا تمتزج معه الروح بألوان الطيف لتخرج من بين ركام الماضي، أيد نفضت غبار الزمن عن آلة تجذرت مع الماضي الفلسطيني، هي الربابة الحزينة والتي تعتبر امتدادا لعروبة الفلسطينيين، وهي التي تناجي الجرح والفرح وتبعث الاطمئنان إلى من يستمع إلى لحنها الشجي. أبو نزيه الذي جاوز عامه 75 لا زال يلتصق بآلته التي تعرف إليها منذ عشرات السنين. هذه تعلمتها أنا، كان عمري 7 سنين في عمان، في مادبة، مادبة عمان. صار عمري قعدت أخرى 7 سنين أنا وأهلي نحصد ونزرع وإشي. قعدت 7 سنين صار عمري 14 سنة. الربابة هاي كل بيت فيه ربابة، في المغر في الشتاء يسكنوا في المغر بدو، في الصيف يطلعوا على بيوت الشعر، وكل واحد هاي مستعملينها. أخذت الفكرة هاي أنا عنهم يعني، مش بعد أخذت عنها فكرة شوي، وما لهاش طريقة للتعليم إلا الواحد من عقله بعملها عندي أنا اللي بسويها من نوع جلد غنم يعني أصلية، وهذا تقريبا هذا بلاستيك زي بسد عن الشعر، بيقولوا شعر، شعر بزبطش، شعر بتقطم، بلزم حزكها، شايف كده حزكة مشان يطلع لها صوت. تراثنا الفلسطيني مليء بالقصص والروايات والأهازيج التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالربابة التي تصاحب الشاعر في سرده لحدث أو قصة، أو عندما يروي موقفا بطوليا أو قصة انتصار، ويتحلق حول عازفها جموع الناس ليتعرفوا على نبأ أو قصة حب أو خبر تناقلته الأعراب أو غزو لقبيلة بحق أخرى، ولكل أغنية قصة مختلفة. فيها أنا عرب البلكة مادبة وما مادبة وإشي عرب البلكة، في عرب هزاع، عرب هزاع أجوا على الريان أخذوا غنمهم وأخذوا أخذوا بقرهم وأخذوا أخذوا تقريبا عرب هزاع بعيدين عن عرب البلكة من سلهان ونابلس، لحقوهم عرب البلكة، عرب البلكة قويين، رجعوا قتلوهم ذبحوهم قتلوهم ورجعوا الغنم تبعهم. يعني الواحد لو كان له بنت متجوزة في ثاني عيلة كان يقتل جوزها ويأخذ غنماتها. هنا أطلعوا روحوا وعملوا حفلة، الحفلة بهكذا بقولها، بتقول باللغة البدوية يا هزاع يا هزاع دشر ديبشنا، الديباش يا أخوان هو الغنم والبقر والآخرة، يا هزاع دشر ديبشنا ما أنت على قط وصمودي، يعني بتقدرش القطة تقدرش تصمد، يا هزاع دشر ديبشنا ما أنت على قط وصمودي، يا هزاع لحكوك البلقة بلعون حظيظك مقرودي، يعني حظة زي الكلب هذا تتغنى هذا، وصاروا عادي فوق فوق ويغنوا. هلكيت أنا لو بدي أغنيها بقول هي والله هذه صارت حقيقة، ها بس بقول هي طب الطريقة هذه. يا هزاع دشر ديبشنا ما انت عقط سيمودي، يا هزاع لحكوك البلقة بلعون حبيبك مقرودي، يا هزاع لحكوك البلقة بلعون حبيبك مقرودي. الربابة كانت عندما لم تكن معظم الآلات الموسيقية، ذلك أن عمرها يمتد إلى 2500 عام خلت، وفي ذلك الزمان كانت الربابة تؤدي دور وسيلة الإعلام، ذلك أنه لم يكن في ذلك الوقت أصلا وسائل إعلام سوى الحمام الزاجل والربابة. هاي الربابة كانوا يستعملوها بدل الصحافة، كيف أنت صحفي بتطلع بالشارع؟ الشاعر يروح على عشيرة يشوف منهم خير يحكي في عشيرة ثانية، شوف من مش منيح يحكي في عشيرة منيح. لأبو نزيه قصة مختلفة مع الربابة التي منحها جل وقته واهتمامه، فمنحته مصدر رزق كفاه تعليم أبنائه وتدبر شؤون الحياة ومستلزماتها المختلفة. في عندي أولاد، 4 أولاد و5 بنات،
الخمس بنات تعلمن في بير زيت في جامعات، والأولاد تعلموا بس ما نحكوش الجامعة مرضوش اشتغلوا صناعية. أبو نزيه لا يبارح الربابة ويحتضنها كأعز أبنائه، تنفث في إذنيه ألحان الماضي وينفث ما بين أوتارها أسرار حياته التي رفض أن يكشف لنا عنها. والله كل واحد إلى سر، كل واحد إلى سر. هلا بخصني استجدان عن منارة بقرب له؟ إيش بقدرش أصبر بلاش أسجل. يلا طيب خليها رجعت الدنيا علي مانيش عاكل. الربابة هي آلة أصيلة من التراث الفلسطيني. وجود هذا الرجل وبيعه لهذه الآلة في وسط المدينة المزدحمة ربما يذكر الناس بأصلهم وتراثهم. نور الدين مرزوق، الفلسطينية.